ندد صحفيون وإعلاميون باستمرار ميليشيا الانقلاب باختطاف زملائهم وتعذيبهم بطريقة وحشية، مناشدين المنظمات الدولية التدخل للإفراج عن الصحفيين وإنقاذ حياتهم. المزيد في هذا الاستطلاع. يعني الصحفيون من أسوأ ممارسات التعذيب الوحشي من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع، وبالذات خلال هذه المرحلة حيث يقوم الانقلابيون في صنعاء بتعذيب المختطفين لإجبارهم على الإدلاء بالتصريحات أو التوقيع على التصريحات وتوثيقها فيديو بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب. الصحفيون خلال هذه الأسبوع الأخير تعرضوا للتسمم الغذائي مرتين، إضافة إلى وسائل التعذيب هي كمنع الزيارة عنهم وعن ذويهم، منع إدخال الأدوية، منع إدخال حتى الملابس الشتوية. التعذيب والتنكيل المستمر الذي يتعرض له زملاء الصحفيين في أقبية الميليشيات الانقلابية يحتم على الجميع، سواء الحكومة الشرعية أو المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي أو الصحفيين بكامل انتماءاتهم، عليهم أن يتفاعلوا مع هذه القضية وأن يعملوا على إنقاذ حياة الصحفيين المختطفين، مما يتهدد حياتهم ويتهدد مستقبل أسرهم أيضا. ندين ونستنكر ما تقوم به ميليشيا الانقلاب الحوثية من الجرائم بحق المختطفين، التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي الذي يمارس مع هؤلاء المختطفين. نحن باسم الصحفيين اليمنيين ندين هذه الإجراءات وهذه التعسفات، كما نطالب المنظمات الحقوقية الدولية للقيام بواجبها في الإفراج عن هؤلاء الصحفيين، وأيضا نحمل الجانب الحكومي المسؤولية الكاملة في المتابعة المستمرة والضغط على الميليشيا لسرعة الإفراج عنهم. في الوقت الذي يعاني زملائنا الصحفيين المختطفين داخل سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الأمرين نتيجة التعذيب الوحشي الذي تمارسه تلك الميليشيات بحقهم، تعاني أسر هؤلاء الصحفيين أيضا معاناة كبيرة في ظل عدم وجود من يرعاهم، لأن هؤلاء الصحفيين كانوا يمثلون الرعاة لهذه الأسر، أصبحت الأسر بلا رعاة. نحن نطالب الحكومة الشرعية بالاهتمام برعاية هذه الأسر، كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاهتمام بقضية زملائنا الصحفيين وجعلها من أول القضايا التي تهتم بها. يصر الحوثيين على أن يستمروا في انتهاكات إخواننا الصحفيين وتعذيبهم في السجون، ليس لشيء إنما لأنهم صحفيين ولأنهم أقالوا الحقيقة وفضحوا هذه الميليشيات التي ترتكب سلسلة كبيرة من الجرائم، وهم اليوم يقومون بتعذيبهم ليل نهار. نحن نطالب منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية، بالضغط على هذه العصابة بالإفراج عن إخواننا وزملائنا الصحفيين الذين يعانون ليل نهار.